نريد أن نقول للعالم بأسره من خلال وجودنا هنا في هذه الساحة بأن سوريا ليست آمنة بوجود نظام بشار الأسد. الأحرار في كل أنحاء أوروبا جاءوا من ألمانيا، من الدنمارك، من السويد، من فرنسا، من بلجيكا، جاءوا من كل أنحاء أوروبا ليقولوا سوريا ليست آمنة بسبب وجود بشار الأسد ونظامه الإجرامي. نحن شعب حر نريد الحرية والديمقراطية، ولذلك خرجنا في هذا اليوم العظيم بمظاهرة حاشدة في دنهاغ. هذه المظاهرة وهذه الجماهير المحتشدة محتجزة تحت شعار واحد وعلم واحد، هو علم الثورة السورية ذو النجوم الحمراء، ولشعار واحد وهدف واحد، أن بلادنا سوريا ليست آمنة. نتطلع إلى اليوم الذي نخلص من هذا الطاغية، من هذا الإجرام، ونبني سوريا حرة ديمقراطية، دولة القانون والمساواة بين جميع مكونات أفرادها المدنيين. أوصلنا الرسالة، سنستثمر هذا الجهد بإذن الله من أجل أن نصون حقوق الأحرار ليكونوا في أمن واستقرار، فقدوهما في بلادهم، ولكنهم اليوم سيحصلون على هذه الحقوق وسيتحدون الصعاب وسيكونون يعني كالبنيان المرصوص إن شاء الله.